بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على الحسين بن علي عليهما السلام الحديث الثاني عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في بيان أن الإمام الحسن طلب محمد ابن الحنفية أخاه وبين له فضل الإمام الحسين عليه السلام لئلا ينازعه في الإمامة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما حضرت الحسن بن علي الوفاة، قال: يا قنبر انظر هل ترى من وراء بابك مؤمنا من غير آل محمد عليهم السلام؟ فقال: الله تعالى ورسوله وابن رسوله أعلم به مني. قال ادع لي محمد بن علي فأتيته فلما دخلت عليه قال: هل حدث إلا خير؟ قلت أجب أبا محمد فعجل على شسع نعله فلم يسوه وخرج معي يعدو، فلما قام بين يديه سلم، فقال له الحسن بن علي عليه السلام: اجلس فانه ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيا به الاموات ويموت به الاحياء كونوا اوعيه العلم ومصابيح الهدى فان ضوء النهار بعضه اضوء من بعض اما علمت ان الله جعل ولد ابراهيم ائمه وفضل بعضهم على بعض واتى داود زبورا وقد علمت بما استأثر به محمدا صلى الله عليه واله. يا محمد بن علي اني اخاف عليك الحسد وانما وصف الله به الكافرين فقال الله عز وجل كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولم يجعل الله عز وجل للشيطان عليك سلطانا يا محمد بن علي ألا أخبرك بما سمعت من أبيك فيك؟ قال: بلى، قال: سمعت أباك يقول يوم البصرة: من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محمد بن عليا فليبر محمدا ولدي. يا محمد بن علي لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك. ثم بعد ذلك يدخل الامام الحسن عليه الصلاه والسلام في بيان امامه الحسين عليه السلام وفضائله وتحذير محمد ابن الحنفيه من ادعاء الامامه الان احنا هذا المقطع الاول من هذا الحديث نشرحه بشرح مختصر حتى اذا وفقنا الله سبحانه وتعالى ل شرح المقطع الثاني من هذا الحديث في هذه الحلقه او في حلقه قادمه. الائمه عليهم الصلاه والسلام ومن قبلهم الرسول صلى الله عليه واله كانت لهم شفقه على الناس. الرسول صلى الله عليه واله كان يتحسر على الكفار لانهم بسوء اختيارهم يدخلون النار. فمن شفقه الرسول صلى الله عليه واله ومن شفقه اهل بيته عليهم الصلاه والسلام انهم ما كانوا يريدون ضلال احد من الناس. كانوا يسعون كانوا يسعون بأشد جهدهم لكي يهتدي الناس بمختلف الاساليب الرسول صلى الله عليه واله ما كان ييأس من احد يقول له ويقول له ويقول له ويقول له عسى ولعل الله سبحانه وتعالى ان يهدي قلبه وهكذا الائمه عليهم الصلاه والسلام وكانت شفقتهم بالنسبه الى اقربائهم ايضا شديده لان الانسان يحب ان لا يرى مكروها في اقربائه كيف والرسول صلى الله عليه واله كان يرى النار للكفار والمنافقين فكان يرغب في هدايه اقربائه ايضا وهذه الرغبة أشد حتى نزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول كان يحب هداية أبي لهب أيضا لأن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وآله وكانت العلاقة بينه وبين الرسول وثيقة وثيقة قبل نزول الوحي على الرسول. حتى ان حتى ان اثنين من ابناء ابي لهب كانا اصهار الرسول صلى الله عليه واله، اصهاره كانوا اصهاره على بنتيه او على ربيبتيه لا فرق في ذلك، هذا يبين شده الارتباط والعلاقه. وحتى أن أبا لهب لما بلغه خبر ميلاد الرسول صلى الله عليه واله أعتق جارية، الجارية التي أخبرته بهذا الخبر، ولأن الرسول كان يتيما، كانت محبته للرسول كبيرة، هذا ارتباط عاطفي كان بينهما، لكن الإسلام فرق بينهما، لأن أبا لهب رفض الإسلام. وبدأ بإيذاء الرسول حتى أنه أمر ولديه بأن يطلق الإبنتين أو الربيبتين وهو وزوجته كانا يؤذيان الرسول أشد إيذاء هو كان يذهب إلى الذين الرسول صلى الله عليه وآله ذهب إليهم وبلغهم كان أبو لهب يذهب إليهم ويقول إن هذا ابن أخي لا تصغوا إليه طبعا اذا عم الانسان يجي ويتهمه بالكذب هذا راح يكون مؤثر كبير على الناس، واما زوجته ام جميل وهي اخت ابي سفيان، هذه كانت تضع في طريق الرسول الشوك، وكان احيانا يدخل الشوك في رجل الرسول صلى الله عليه واله وكان يدمى بذلك الإسلام فرق بينهما لكن الرسول كان شفيقا بالنسبة إليه وكان يريد إسلامه وهكذا صار القرابات وكذلك عامة الناس فلذلك كان تركيز عليهم في التبليغ ومن إشكالاتنا على ما زعموه من أن الرسول صلى الله عليه وآله قال ما تركناه صدقه الرسول لماذا لم يبلغ هذا الحكم لفاطمه سلام الله عليها؟ بأنها لا ترث منه، لماذا لم يبلغها؟ مع أن الرسول كان يبلغ القريبه قبل الغريب، يبلغ الجميع، وهذا الحكم خاص بها هي الوارثه الوحيده لرسول الله صلى الله عليه وآله. وزواجات الرسول أيضا كن وارثات لكن الإرث لهن قليل الثمن وهذا الثمن يتوزع على تسعة أزواج وإنما عامة الإرث يكون لفاطمة سلام الله عليها لماذا لم يبلغها مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وهذا هو الدليل على أن هذا الكلام موضوع ما تركناه الصدقه فضلا عن الآيات التي دلت التوارث بين الأنبياء وورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فضلا عن ذلك هو هذا الدليل أن الرسول لم يقل لها مع أنها هي المقصودة بهذا الحكم لو كان هذا الدليل على أنه لم يكن هكذا حكم على كل حال فالرسول صلى الله عليه والأئمة كانوا شفقاء كانت لهم الشفقة للناس جميعا ولأقربائهم بشكل خاص أكبر أبناء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد الحسن والحسين عليهم السلام محمد ابن علي محمد ابن علي ثالث أبناء أمير المؤمنين الذكور بعد الحسن والحسين وأمه كانت من سبي اليرموك فاعتقها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وتزوجها كانت من بني حنيفة لذا كان يقال لها الحنفية ومحمد ينسب إلى أمه يقال محمد ابن الحنفية كان شجاعا كريما نعم لم يبلغ بدرجة الإمام الحسن والإمام الحسين لأنهما إماما إمامان ولأنهما معصومان لكن هو كان شريف في النسب شريف في الأخلاق شريف في الفعال وهذا الحديث الذي الآن تلوناه يدل على فضله بحيث أن أمير, بحيث أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محمدا ولدي أنت تريد تبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أتبره بره في ولده محمد بن الحنفية هذا البر ليس فقط في الدنيا في الدنيا والآخرة له ثواب أيضا في الآخرة هذه منزلة عظيمة جداً لكن محمد لم يكن معصوما والانسان اذا لم يكن معصوما يخشى عليه حتى لو كان ابن الانبياء حتى لو كان ابن الائمه اذا مو معصوم بالنتيجه لعل نفسه تنخدع لعل الشيطان يخدع يخدعه فلذا يحتاج الى زياده موعظه كل واحد من عندنا احنا مو معصومين يمكن في يوم من الأيام تزل قدمنا فلذا نحتاج إلى واعظ مستمر الواعظ من نفسنا وأيضا واعظ خارجي تستمع إلى النصائح إلى المواعظ وأيضا تعظ نفسك تهذب نفسك زين محمد ابن الحنفية ابن أمير المؤمنين لكن ما كل ضمان بأن لا ينحرف أبناء الأنبياء أبناء الأئمة، هذا ابن نوح انحرف. وابناء يعقوب عليه السلام صحيح بعدين تابوا ويوسف عليه الصلاه والسلام قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، هم قالوا لابيهم يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، وسطوا اباهم ليستغفر لهم الله سبحانه وتعالى. وطبعا ابوهم ما قال لهم روحوا انتم مشركين ليش توسطوني؟ انت شيل ايدك قول يا الله اغفر لي. هاي الافكار ما كانت هاي افكار مستحدثه. نبي الله عليه السلام يعقوب قال لهم سوف استغفر لكم ربي. على كل حال ف يعقوب ها هؤلاء ماذا فعلوا مع يوسف؟ القوه في البئر وارادوا ان يقتلوه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده ثم جاءوا وكذبوا على ابيهم واخفوا الكذب سنوات طوال الى ان جاء البشير بقميص يوسف فاخبره بحياه يوسف ذاك الوقت قالوا لابيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا يعني هذه معاصي كبيره ارتكبوها وهم ابناء الانبياء، صحيح بعدين تابوا والله سبحانه وتعالى قبل توبتهم. هذا يمكن محمد بن الحنفي ايضا ليس مستثنى وكل انسان ليس مستثنى، حتى في الحديث الشريف الانسان المؤمن يكون بين الخوف والرجاء. اي واحد من عندنا ما عنده ضمانه بان يموت على الايمان. لذا دائما لازم تخاف من عملك. لا تقول هذه معصية وفي امان الله وبعدين اتوب منها. لا. من قال لك بانك ستعيش بعد هذه المعصية؟ من قال لك بانك لا تموت حين ارتكابها؟ من قال لك بانك ستوفق للتوبة؟ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لعل هذا الذنب حتى لو تستصغره يجرك إلى ذنوب أخرى إلى ذنب أكبر وذنب أكبر وذنب أكبر إلى الكفر وقصة برصيصيا العابد معروفة بدأ من ذنب اعتدى على مرأة بعد ذلك أراد أن يخفي على جريمة اعتدائه قتلها ودفنها فلما افتضح أمره صلب على المشنقه جاءه الشيطان هو المره الاولى الشيطان كان خادع قال له تريد ان انقذك قال نعم قال اسجد لي لحظه يعني قال كيف اسجد لك وانا معلق قال بايماء بايماء ما تقدر تسجد على الارض بالاشاره فاومئ ساجدا لابليس ثم مات كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك فالمؤمن بين الخوف والرجاء يرجو رحمه الله لان اليأس والقنوط من روح الله هذا من الكبائر انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون من طرف اخر في خوف يخاف ان الله سبحانه وتعالى لا يتقبل عمله بين الخوف والرجاء زين هكذا انسان اللي احنا كلنا هكذا لسنا معصومين نحتاج الى وعظ دائم لذا الامام الحسن عليه الصلاه والسلام على رغم منزله محمد ابن الحنفيه وكرامته مع ذلك يوصي أنه لا تنازعك نفسك في أن تجي وتدعي الإمامة مقابل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شياطين الأنس والجن يجون يغروك لأن أحيانا أكو ناس شياطين يغرون الإنسان فيردونه لذلك الإنسان لازم تكون نفسه قوية ويضبط نفسه حتى لا ينخدع بهم هذا عبد الله هذا علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، علي بن جعفر يعني ابن الامام الصادق زين كان في زمان الامام الكاظم ويؤمن بامامه الامام الكاظم شقيقه، بعد استشهاد الامام الكاظم اعلن امامه الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، ابن اخوه وبعد استشهاد الإمام الرضا أعلن إمامة الإمام الجواد كان يذعن لإمامته زين علي بن جعفر في ذاك الوقت شايب شيخ كبير في السن عمره ثمانين أو أكثر لحيته بيضاء والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام حسب الظاهر صبي عمره تسع سنوات عشر سنوات هالحدود فكان حينما يأتي الإمام الجواد يقوم إجلالا له ويقبل يده هسه هو عم أبوه مو عم عم أبوه يقبل يده ويقول له يا سيدي يا سيدي يا سيدي ولا يجلس إلا أن يذهب الإمام الجواد هسه شياطين الإنس أجوا قال له لا عيب عليك انت عم ابو عمرك ثمانين سنه لحيتك بيضاء هذا فد واحد صبي عمره تسع سنوات عشر سنوات ماذا تفعل؟ فاشار الى لحيته قال ماذا اصنع؟ ان الله سبحانه وتعالى لم يجد هذه اللحيه قابله للامامه ووجد هذا الصبي قابلا للامامه هذا امام انا يعني لازم اتبعه حتى لو هو صبي حتى لو انا كبير في السن حتى لو انا عم ابو شياطين الانس من طرف شياطين الجن من طرف اخرى النفس الأمارة بالسوء من طرف ثالث لذا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يحذر محمد بن الحنفية هذا أولا ثانيا أراد أن يكون ذلك أمام الشهود حتى باكر لما تطلع فرقة هي الكيسانية وتدعي إمامة محمد ابن الحنفية يكون محمد بريء من ادعائهم لأنه أحيانا الناس يدعون ادعاء كاذبا على إنسان وهو بريء منهم لما حضرت الحسن بن علي عليه السلام الوفاة قال يا قنبر انظر هل ترى من وراء بابك مؤمنا من غير آل محمد أكو ناس آخرين كأن الإمام أراد أن يكونوا حاضرين ليشهدوا ما يقوله ويشهدوا ما يقوله محمد ابن الحنفية فقال قنبر الله تعالى ورسوله وابن رسوله أعلم به مني أنا ما أدري في قلوب الناس شنو أكو ظاهر الناس يتشهدون الشهادة يعني يصلون يصومون لكن ماذا في قلبه هل الإيمان في قلبه هل النفاق في قلبه ما ادري اني تكليفي حسب الظاهر اي واحد اشوفه يتشهد الشهادتين ان شاء الله مسلم ان شاء الله صادق احمل على الصحه لكن هل هو واقعا مؤمن او ليس مؤمن هذا مو تكليفي مو شغلي هذا يرتبط بالله سبحانه وتعالى فقال ادع لي محمد بن علي يعني محمد بن الحنفيه فاتيته فلما دخلت عليه قال هل حدث الا خير كانه شاف مستعجل قلت اجب ابا محمد يعني اجب الامام الحسن عليه الصلاه والسلام فعجل على شسع نعله يعني ما سد هذا القيطان مال مال الحذاء مثلا مال نعله فعجل على شسع نعله فلم يسوه ما رتبه وخرج معي يعد يركض فلما قام بين يديه سلم فقال له الحسن بن علي اجلس او اجلس فانه ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيا به الاموات ويموت به الاحياء، الايه الشريفه ماذا تقول؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه، الكلام الذي فيه حجه اذا الانسان كفر به فهو ميت ولو كان حيا، واذا الانسان امن به فهو حي حتى إذا مات. وكذلك هذا الكلام يحيي الأموات، هكذا تعبير يقال لبيان أهمية المطلب، يقول هذا الكلام يحيي الأموات، يعني هذا الكلام جدا مهم. ثم بعد ذلك يقول له الإمام الحسن: كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى. أوعية العلم الوعاء الذي يضمن فيه الشيء يعني تقبل هذا العلم ما أقوله لك وكونوا مصابيح الهدى يعني هذا العلم انقل لغيرك كما أن المصباح ينير الدرب للناس فينظرون دربهم كذلك أنت كن منارا مصباحا تهدي الناس يعني احيانا الانسان يعلم بشيء هو مهتدي هذا ما يكفي انت مهتدي وتهدي غيرك ايضا بعد ذلك يقول فان ضوء النهار بعضه أضوء من بعض لا تقول اني هم ابن علي ابن ابي طالب مثل ما الحسن والحسين هما ابن علي ابن ابي طالب لا صحيح انت ابن علي ابن ابي طالب لكن النسب وحده مفخرة لكن لا يكفي في الإمامة. مثل الضوء، أنت أول الفجر، هذا الفجر اللي تشوفه عندما الظلام دامس، أول أذان الصبح يظهر خيط من نور حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا من الشمس هذا ضوء الفجر. والشمس في رابعة النهار ساعة عشرة في الضحى في الظهر النور الذي هو أيضا من الشمس يعني نور الفجر من الشمس وهذا النور من الشمس وحين غياب الشمس أوائل الليل عندما تشوف شيئا من النور هذا أيضا من الشمس لكن أين نور الفجر وأين نور الغروب وأين نور الشمس وهي في رائعة رابعة النهار فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض وبعدين الامام الحسن يذكر مثال اخر ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى جعل في ذرية ابراهيم النبوة وجعل فيها الامامة لكن مو الكل البعض "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين" في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وفضل بعضهم على بعض هم صحيح أبناء إبراهيم حتى الأنبياء من أبناء إبراهيم بعضهم أفضل من بعض الله سبحانه وتعالى يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورة فإذا الحسن والحسين أفضل منك الله فضلهم عليك هذا ليس بأمر مستغرب وقد علمت بما استاثر به محمدا صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى اختار محمدا من بين بني هاشم من بين قريش مع أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يتيما وكان فقيرا ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى، ضال يعني ضايع كان في الصحراء قد ضاع الرسول، مو انه الضلال مقابل الهدايه، لا في الدين لا، الرسول صلى الله عليه واله خلق نبيا من لحظه ولادته كان مؤمنا، ووجدك ضالا الرسول كان صغيرا فضاع في الصحراء، ووجدك عائلا فاغنى، عائل يعني فقير الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل محمدا صلى الله عليه واله، لا للامور الماليه الماديه، وانما لانه اصطفاه. ثم بعد ذلك يقول له يا محمد بن علي اني اخاف عليك الحسد. هذا الحسد عدو داخلي. وانما وصف الله به الكافرين، فقال عز وجل تمام الايه هكذا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هو يدري أن الإسلام حق ويدري أنك اهتديت لكن يحسدك على هدايتك يقول أنت تدخل في جهنم وأنا أدخل في النار يحسدك فيقول خل كلنا ندخل في النار بدل أن هو يهتدي ما يريد يهتدي يريد يظلم اهتدى وهذه من صفة الكافرين زين احذر الحسد هذا اولا ثانيا تحذير من الشيطان ولم يجعل الله عز وجل للشيطان عليك سلطانه الشيطان مو مسلط علينا الشيطان فقط يغوي الله سبحانه وتعالى يقول انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون هم هم الذين سلطوه على انفسهم ولا هو ما له سلطه عليهم فاذا احذر الحسد احذر الشيطان ولك فضلك حس الله سبحانه وتعالى فضل غيرك عليك هذا مو معنى انك لا فضل لك ولك فضلك يا محمد ابن علي ألا أخبرك بما سمعت من أبيك فيك هذا لتطيب خاطرة تسمع قول أمير المؤمنين فيك قال بلى قال سمعت أباك يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول يوم البصرة من أحب أن يبرني البر تريد تبر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة هم في الدنيا بر هم في الاخره ايضا بر فليبر محمدا ولدي يا محمد ابن علي لو شئت ان اخبرك وانت نطفه في ظهر ابيك لاخبرتك يعني انت لم تكن موجودا ماذا قال رسول الله في الحسن والحسين وماذا قال في الحسين اخبرك فلا تنازعه في الإمامة ثم بعد ذلك يبين الإمام الحسن إمامة الإمام الحسين هذا سنتركه إلى حلقة قادمة إن شاء الله هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين